بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لهوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا لا يسمعون فيها لهوا
نورث من عبادنا من كان تقيا. ما تتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماء أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قبل ولم يك شيئا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم
ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إلا سيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جودا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين
مالا وولدا. اطلع الغيب ان اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا كلا سيكفرون بعبادتهم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عجا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الحق سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية.
فهل ترى لهم يا باقي فهل ترى لهم من باقية الله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة ولا ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. صدق الله العظيم. الفاتحة. إلى روح خطيبة وإلى مكانة سندها هذه التلاوة وإلى روح المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا عليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت يا سيدي يا رسول الله. قلت قولك الحق إنك على كل شيء قدير. أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم من تلاه صبر ومن حكم به عدل ومن اهتدى بهدي هداه الله الى صراط مستقيم. تلاه على ما سمع حضراتكم فضيلة الاستاذ القارئ الحج عنتر كريم الهجاوي القارئ والمعروف بمدينة ومنهم محافظة البحيرة
الهندسه الاذاعيه ثم اليها اناره عامه فنيه وسراج افتكار ركبت لحضراتكم من كبرى مخازن الفراشه من محلات ومخازن اولاد المرحوم الحاج علي العداوي المحلات بصبر العجالي مدينه المحموديه. باسم عائلة شرف نشكر كل ما تقدم وسام بالعزاء سائلين الله عز وجل ان يتغمد الفقيده بواسع رحمته ويلهمها لها وزويها الصبر والسلوان، وان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وبناء على طلب عائلات شرف مفيش